واعطيوني الحريرة والخبز خون وشي شوية ديال اتاي. السلام عليكم. ويتأجل فرح الكراغلة او انهم يطلعوا علينا كيتأجل سنوات ضوئية. عاد ممكن انكم تضحكوا على المغاربة لانهم تقصوا من دور المجموعات. الله يديكم الكراغلة ديروا عقلكم كالعياو معكم ديروا عقلكم الكراغلة. دوزوا الاول فيديو على بركة الله. ما سوف يقدمه اشبال الركراكي ضد كرواتيا لنقف على مدى جاهزيه هذا المنتخب. وعياو الساعه ما كيتسناو، عياو وما كيتسناو كاس العالم كثر منا باش يقول لهم ها الركراكي ما دار والو، ها الركراكي واخا عنده اللعابه. اسمع وما يقال عنه، لانه يقال عنه كلام كثير لا لشيء سوى لامتلاك العديد من النجوم. لا لشيء سوى لامتلاك عدد كبير من النجوم. واش بغيتي يكون عنده كثر من هكا؟ دابا قلنا شخص يكون عنده، قالك الضجه دارت لي غير لان عنده النجوم صاف، وراه النجوم اللي بغاو الناس باش يكونوا فريق ولا منتخب قوي. اش بغيتي يكونوا كراغيله بحالك مكلخين بحالك؟ اش بغيتي يكونوا عنده؟ نظن بان المنتخب المغربي في هذه المجموعه وجود كرواتيا وبلجيكا فرحوا فاش جات قالوا كرواتيا وبلجيكا غادي يسلخوا المغاربه وتقصحوا الكراغله اكثر من الكرواتيين وبلجيكيين. وسالينا مع بلجيكا جا هازارد طلب المغربي التوني عطاه لولده الروح الرياضيه، كرغولي كيتقصح من الداخل وهازارد والروح الرياضيه وصفق على المغاربه هكذا وعجبوه الحال. من الصعب جدا ان يفتك ولو نقطه مع هذين المنتخبين. كيقولها ناشط قال لك من الصعب ان يفتك ولو نقطه، وحنا دينا سبعة نقاط يا فينكم دينا سبعة نقاط والاولين في الترتيب. يا سلام يا سلام يا سلام، ارفع راسك ارفع راسك يا مغربي، راك انت الاول في المجموعه وخلي الكراغله ينبحوا. دوزوا الفيديو الثاني. اركب اوليدي اركب 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 وقول لهم شهاده ما شافوهاش اركب. ها هي الجزائر وحدها. عاقوا بكم. شو وجاده وجاده اللي الحيط على الحيط وعاقوا بكم اصح. فرحي معانا وقولي المغاربه بالمغاربه. فرحي معانا وقولي المغاربه. الله يهديكم الكراغله. الجزائر خاوة خاوة راه اوناطو، راه مازال كتسنى حتى نشوف. على حساب اللي شد حتى هو ما راهش تعشي. والله المغاربة إلا القلب البيض بالله. قال لي على حساب داك الشيء اللي شد راه خاوة خاوة كتأجل للموعد اللاحق. الناس شافوا القهوي كيفاش ما حملوش المغاربة، شوفوا الناس اللي كيخرجوا في الفيديو. قسما بالله كنت تقصينا تيكترو لي فيديو ديالهم يكترو من الملخصات ديال المقابلات كاس العالم. تلقى يوتيوب عامره بالجزائر. ها قال لا يخرج مشاكرات، خرج صوفي، خرج دحمون دحون، يخرج دي جيراف، يخرجوا كاملين كاع دوك الكلاب بدا ينبحوا هاو 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 بحال المراركة. ها ما مشاو ما داروا والو. شتي لا حول ولا قوة الا بالله. شوفوا الفيديو اخر. كان بلجيكا تدرس الحمار هذا ادرس 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 المهرز ترى حتى دراس المهرز حق مالك التونسي مالك اش بينا وبينك؟ علاش حقد على المغرب هكا ما فهمتش؟ بلجيكا وكرتها في الصدر. ها انت شوف بلا هادشي ما كنهضرش على هذا الفيديو. فيديوهات كان كيهضر ضروري يبخسوا توانسه. واش هو لي براسو قال لهم فليذهب الدور الثاني الى الجحيم، المهم اننا فزنا على فرنسا. ايوا فزنا على بلجيكا يا صافي نخرجوا. فازت السعوديه على الارجنتين واش قالت هكا؟ قالت صافي يكفينا. لا بغاو يتاهلوا. واش وانت براسك ما كرهتيش تتاهل؟ ركب ديك الهضره الخاوي كيونسوا ريوسهم كيبردوا على ريوسهم. فزنا على فرنسا، فزتي على الفريق الثالث لفرنسا، دخلوا غير البراش اللي ما عمرهم ما لعبوا. تدخلوا هذاك دخلهم روتار غريزمان ومبابي صافي عصروكم عصروكم عصروكم. يلا يديك مالكم حاقدين علينا هكا كاع؟ منتخب العربي الوحيد اللي تصدر المجموعه ديالو داز الدوزيام تور سالينا نبح غوت سخط شغلك هذا تبكيش عليا متصدر لا تكلمني انت. اسمع كنا بلجيكا وكرواتيا عندهم حظوظ اكثر من المغرب قبلة اللاعبين هذوما بلجيكا وكرواتيا افضل خصوصا كرواتيا يمر فتره جيد. من في الصداره؟ كرواتيا في الصدارة وبلجيكا في المرتبة الثانية. كرواتيا في الصدارة وبلجيكا في الوسط. باش تعرف عريب بال
حتى واحد ما جاب التوقع صحيح. واحد قال لهم قاعد داك يونس محمود ديال العراق، قال لهم غادي يتأهلوا كاملين غير المغرب، لا يتأهلوا كاع الدول. جابها بالمقلوب. واحد ما فهمتش علاش حاقدين علينا، ما فهمتش. ندوزوا لفيديو اخر. واش نتوما باغي تنافسوا هذا الشعب؟ هذا شو الشعب كيدير؟ الناس كيتصوتوا في الكلاتي، في الماء، في البحر، في لابيسين، شو هذا فين كيتصوت؟ هذا الشعب نتوما باغي تنافسوا؟ تفرج تفرج شو الصوتيه كيدايره بحال اللي تلح الماء. نتوما تنافسوا هذا الشعب هذا؟ والله حتى نعاودها تشوفوها. شوفوا عريب، شوفوا الشعب اللي بغيتوا تنافسوا نتوما. شوفوا الكراغ على الشعب اللي باغي تنافسوا. قسما بالله الى راكم حاقدين علينا، احنا عارفين هكا، عارفين عارفين. قليل 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 اللي بغى لنا الخير، خاصة هذا صفتوا لي هذا واحد الصديق، تحية للناس فرنسا ولا كندا مازال ما عرفتش. خاصة تونس والجزائر ما كيحملوناش، خارج ارض الوطن، فرنسا ولا اسبانيا ولا كندا. ندوزو الفيديو اخر، شوف بعد شحال ديال الوقت مازال. ندوزو الفيديو اخر. يحمل اسم المغرب. لقطة معبرة لينو باكو يبكي بعد ان كان شاهدا على دوجنبير، واحد دوجنبير يعني التاريخ الجديد لكرة القدم الوطنية، الروح الوطنية يوانتصر قرب اراضي الصحراء المغربية، طايح اكثر من النايض. عشت الملكة راه مازال ما عرفوش الوطنيه ديال المغاربه. شوف هذا لينو باكو المدير ديال راديو مارس، لا مدير ديال راديو مارس، يمكن فرنسي ياكم الاخوان، فرنسي عاشر المغاربه. هذا خص هذا الا ما تعطاتوش الجنسيه خص تعطاه الجنسيه. هذا ولا مغربي ولا كيهضر بالدارجه ولا كيتعاطف مع ولا كيتفاعل مع المغاربه. بكا النصفي الدم ديالو ولا مغربي، تاثر مع المغرب. راه اللي عاشر المغاربه هو اللي كيعرفو. سعد الشرعي عيامه كان كيسب وكان دخل داز المغاربه، تعاشر مع المغاربه، تشارك الطعام مع المغاربه، شاف المغاربه، بدل الراي ديالو 360 درجه. 360 درجه تاد القضيه. دابا هذا اجنبي، هذا فرنسي على ما اظن، مازال ما تاكدتش، فرنسي لينو باكو جا دار بروجي في المغرب، دار الراديو ديالو، دار هذاك خدم الناس وهذا كيتفاعل كيشوف الامور، وهو براسو استاد في الركراكي، استاد في الركراكي تناقش معاه قبل من كاس العالم. هذا يعني دابا تاثر بزاف في هذا. قال دابا قطر قال غادي يمشي يلقى شويه ديال الجمهور وهذا ويجلس، جلقى التريبي العامر والمغاربه والشعارات للداخل ديالو تحرك، وما غاديش يتحرك مع فرنسا وتحرك مع المغاربه. هو فرنسي ما يتحركش للداخل ديالو مع فرنسا، لكن مع المغاربه تحرك. شوف وبدا الشغف الكبير اللي موجود عند الشباب المغربي لان يحمل اسم بلاده ايضا هو الاخر خارجيه. المغاربه فيهم من الشيء العجيب حقيقه ما يحملونه. زرت المغرب في اكثر من مره والله والله. اي مغربي كيحاول يهز الضرب، هادشي اللي بغى يوصل، عكس الدول اخرى. اي مغربي بغى يهز الضرب في اي مجال. انا قلت لك انا اي مغربي كيشارك في شي لعبه وريونا غير اش غادي يدير باش يفوز، خصو يدخل هذيك هنا ولا خصو يطلع هذه يوصلها هنا ولا حنا نشجعوه، حنا نشجعوه. ما عارفينش ديك اللعبه، شرحوا لنا غير الهدف منها، شرحوها لنا كي داير، حنا نشجعوه. علاش؟ لانه هز الضرب ضد المغرب. علاش؟ لانه مغربي بحالنا. هادشي اللي بغى يوصل. اي مغربي في اي مجال كيحاول يهز الضرب، والجمهور كي الملاكمه نشجعوا مغربي، التنس نشجعوا مغربي، الفولي نشجعوا المغاربه، الهوند نشجعوا المغاربه، لانه مغاربه. بغينا الضرب يطلع للفوق، فهمتوني؟ بغينا الضرب يطلع للفوق في اي مجال. الجولف والفروسيه داك درغال كلش تفعلنا، ما عندك يطيحها، سير كمل جري نقز عندك الطيح. احنا لا علاقة بالفروسية، عمرنا ما ركبنا شي خيل، كنشجعوا الفروسية على ود باش يتهز الضرب ضد المغرب. قلت لك الفروسية عمري ما ركبت شي خيل. سير سيد 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 الوقت ما بقاش، نقص عندك الطيحة عندك. وي كتشوف الفرنسيين وقفوا كيصفقوا عليه، شرف هذا.
مشى لفرنسا جاب اللقب. يا سلام، ما وجدت فيهم إلا الحب والتقدير والكرم والحرص الكبير على دينهم وتقاليدهم وعاداتهم، والله سرتها، وما وجدت فيهم إلا كما قال فيهم الحجاج المغاربة لا يغرن يحمل اسم المغرب. يا سلام يا سلام، هذا الخص الخص كل شيء، الخص قاعد داكشي اللي قلنا، باش يجي واحد أجنبي يا صاحبي فرنسي باش يجي لعندك لبلادك ويعاشرك ويشوف المغاربة ويتعامل معاهم ويعرف الطيبة ديالهم والتعامل ديالهم والاحترام ديالهم. شو كيفاش كان كيبكي اللي تأهل المنتخب، هنا يبين لك المغاربة اش كيسوا المغاربة، القيمة اللي عطاهم هذا أجنبي ما عارف لا الجزائر لا تونس لا كراغ لا لا، جايب المعقول خدام. اخوان وصلنا اخر هذا الفيديو، شكرا بزاف على الدعم ديالكم، على الميساج اللي كتصيفطوا لنا في الانستغرام، على الفيديو اللي كتصيفطوا لنا رياكتيو عليهم، وكنعاود وكنجدد وكنشكر جوج الاشخاص اللي دعموا القناه عبر الانتساب ولا عبر شكرا ولا ميرسي اللي كاينه تحت من الفيديو. شكرا بزاف لكم، تحيه لكم، السلام عليكم. واعطيوني الحريره والخبز خور وشي شويه ديال اتاي راكي درتي ليا انتي القرار.